زعيم البوليساريو يعلن تصعيد وطائرة مسيرة انتحارية في انتظاره. ما زالت البوليساريو مستمرة في تكرار نفس الخرائف والأوهام، حيث أعلن زعيمهم إبراهيم غالي بأن الجبهة لن تشارك في المائدة المستديرة التي تشرف عليها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي متوافق بشأن لنزاع الصحراء. وقال زعيم البوليساريو في حوار مع قناة الجزائرية الثالثة إن الجبهة لن تشارك في المائدة المستديرة حول الصحراء، وهي العملية التي شدد القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي على مشاركة جميع الأطراف فيها. واتهم زعيم البوليساريو مجلس الأمن الدولي بأنه غير جادة في إيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء، قائلا بأن مجلس الأمن لا يتوفر على الإرادة اللازمة من أجل إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي حسب قوله. إبراهيم غالي أعلن بأن جبهة البوليساريو لن تتراجع عن قرارها بالتنصل من اتفاق إطلاق النار الموقع سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة، لافتا إلى أن البوليساريو ستعقد ما أسماه اتفاقية دفاع مشتركة مع عدد من دول إفريقيا وخارج إفريقيا على حد زعمه. يأتي هذا التصريح في وقت قالت فيه صحيفة هارتس الإسرائيلية إن إسرائيل حصلت على 22 مليون دولار من المغرب مقابل بيع طائرة مسيرة انتحارية، وهي من أخطر الطائرات المسيرة في العالم. وأوضحت الصحيفة العبرية إن الصناعة الجوية الإسرائيلية تلقت هذه السنة 22 مليون دولار في إطار صفقة مع المغرب، وبموجب الصفقة التي تم توقيعها بحسب منشورات أجنبية ستبيع إسرائيل مسيرات انتحارية من نوع هاروب للمغرب. وأوضحت هارتس أن طائرة هاروب هي طائرة انتحارية بدون طيار طولها 2.5 متر وطول أجنحتها 3 أمتار، وتستخدم في كل من إسرائيل والهند وأذربيجان، ولديها القدرة على حمل 20 كيلوغرام من المواد المتفجرة، ويمكنها التحليق في السماء مدة 7 ساعات وأن تطير لمسافة 1000 كيلومتر، كما أنه يمكنها أن تحلق فوق الهدف وأن تغطس وتنفجر فوقه. ويأتي الحديث عن هذه الصفقة بعد أيام من زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب وتوقيعه اتفاقا للتعاون الأمني والعسكري مع المغرب. نشكركم على حسن المتابعة.